halkani waa moolaca sheekh cali muumin kaalmooy ee xaafadda axmed jadiid ee magaalada muqdisho. waxaa maalintii 23-aad ee halkan ka socoto khidmada ziyaarada waliyullaahi mukaram alcaarif billaah sheekhana sheekh cali muumin kaalmooy raximahullahu tacaalaa. khidmadani qur-aan akhriska ah ayaa soo bilaabatay 1443 hijriyada, iyadoona 6 maalmood ay ka harsan tahay khatibka banaanbaxa ziyaarada sheekhana sheekh cali muumin kaalmooy. الله أكبر باب شعل المؤمن شيخ الشرع شمس وخير خلق الله ضاها محمد الله أكبر منام ويغذة بأسان رؤيتي زيارتهم عيد المريدين كلهم زيادتنا في كل حين بفضلهم دوار جميع الأنبياء ورسلهم كذا الأولياء والمسلمين بعام ذريحه في حمر حمر جديد بالبنت اللعود وضيقي وما بعده من كل هول وشداتي بسيف الله سيدنا حري باب الحروم ليس ذي الفرسان وبيعم نبينا محمد هما شيوخ للإسلام والهدى وبالحصاف مع الحسين فضل نجل الإمام الفاضل كمال وهبنا نعميا يا رب العلا بك نعوذ بك سيشاغنا يا ربنا بنغبا يا سبعتي يا ربنا بنو قبائي سبعاتي فنجابائي سيئي نشيخنا ربنا يا ربنا مدلنا يا
الشهادة محمد باكر مدى لنا يا جامع مدباك لما مدى مران قال مشايا مدوى المهدي بزي ممودي اغفر لنا بشي علي مؤمن ايا كميد اها مشايقتي واوينيت اي كعلمي برتي الله رحمته شيخنا شيخ محي الدين عيري شيخا ايا لو خصوصتا دوركي او كلها فافنت دينتا اسلامكا كوفرتا اي برتمها سوماليا شيخ علي مؤمن الله رحمته ايا اها شيخ الشريعه والطريقه شيخ علي مؤمن كالموي انت اونولا وحا كافلحي مشايقين اد وفربضان وهلكان لو سو كوبي كارين محمد الكرسي شق محي الدين شق علي مؤمن محمد ودني سلامة تيفي حرنت مول عشق علي مؤمن اي حافظ احمد جديد مقالة مقدشو.